مشكلة. علي رحيمة يرسل كرة على اليسار، حمود اليزيد استقبلها بشكل ممتاز، محاولة المرور والتقدم، يا سلام حمود اليزيد، والكرة العرضية وأول الأهداف، هدف هو سعيد أبو طاهر يأتي هنا للهدف الأول، وكرة من جانب اليزيدي عرض الكرة بشكل ممتاز، وهدف أول هنا يأتي لسعيد أبو طاهر، نعم يأتي بالهدف الأول هنا للوكرة. هنا لاحظ معي الكرة الرائعة جدا، إرسالية ممتازة عراقية تذهب مع مرور اليزيدي، يا سلام يا حمود اليزيدي، تقدم ومر على طبق من ذهب من أمام المرمى، سعيد أبو طاهر لا يتأخر كثيرا، دقائق فقط. ثم جانب فريق معيدك، عدنان الدرجال يعطي توجيهه بالضغط على منتصف الملعب، بالضغط على جونسون، الكرة هناك إرسالية على اليسار لكامبوس دافلاس، يمرر الكرة عرضية بالراس صعبة يا صالح يا هيار، هدف التعادل هنا من أطول من في الملعب، أيمن عبد الله يذهب بالكرة بالمرمى، كرة عرضية رائعة جدا من جانب كامبوس دافلاس، يصوب كرة بالراس، لعبها بالراس اللاعب ايمن عبد الله، هدف التعادل. لاحظ كامبوس 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 مررها، والهدف هنا ياتي لفريق معيذر، هدف التعادل الارجنتيني عند التنفيذ، والهدف الثاني، الهدف الثاني للوكره، وانا واخذه يسجلون الهدف الثاني لركله جزاء هنا يضعها الارجنتيني في المرمى، والهدف الثاني للوكرة، الهدف الثاني لسيباستيان خورخي بعد ان تقدم ميشيل سوزا البرتغالي، يضع الكرة في المرمى، وبالتالي لاحظ مع الشوط الثاني كرة ملعوبة للأمام، جونسون يصوب كرة قوية، هدف ثاني لجونسون باليسار، ما عنده مشاكل أبدا، أوه جونسون يأتي بالهدف الثاني، وثاني الأهداف هنا يأتي لفريق معيذر، تصويبة باليسار قوية تتصوب، وبعدها بتمر قوية على صالح معيذر، لاعب صالح الأيار، ومعيذر يسجل الهدف الثاني. لاحظ معي التصويب من بعيد، وكرة في المرمى من جانب جونسون، لاحظ معي التصويب هنا قوي، بأنهم لن يقفوا أبدا مكتوفي الأيدي، وسيبذلون كل الجهد من أجل إعادة الفريق في المسار الصحيح. ضربة العوبة، هدف ثالث، كامبوس يتقدم ما بين الاثنين، والكرة تتصوب من جانب كامبوس، ثامن أهداف هذا البوليفي، وفي المرمى لهدف ثالث هنا لمعذر، كامبوس دافلاس يتقدم بشكل ممتاز البوليفي، ثامن الأهداف هنا تأتي لهذا الرجل، وثالث الأهداف في المرمى، معاذر يدخل بقوة في الشوط الثاني، تصويبة زاحفة كرة أرضية بتمر على صالح الهيار، أحمد معاه الكرة لعبها لعلي رحيمة، رحيمة هنا يلعب كرة أمامية، دور سيباستيان الأرجنتيني يعادل النتيجة هنا ملعوبة هنا في العمق، وكرة في المرمى، 3-3 3-3 مهرجان أهداف هنا يأتي في هذا اللقاء، وثلاث الأهداف هنا، جورج سيباستيان ينسل ما بين اللاعبين، هنا الكرة تمر أمام المرمى، وبعد المرور والكرة في المرمى لتمرير كات من جانب علي الحيمة، مررها في مكان ممتاز، والكرة في المرمى وفي الشباك هنا، معيذر كانت أمام الوكرة، ميشيل سوزا يحاول يلعب كرة الأمام وسط علي مجبل، تقدم علي مجبل، الله رابع الأهداف علي مجبل، هنا التحية تكون حاضر من عدنان درجال، رابع الأهداف هنا يحضر لفريق الوكرة، والموج عالي بعد الهدف الرابع، أربعة أهداف هنا في المرمى، وفي المرمى للهداف علي مجبل، بعد تمريره كانت من الجانب ميشيل سوزا مررها بشكل ممتاز، لاحظ المرور، يا سلام يا علي مجبل، هو الحل في الدقائق الأخيرة.